بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، إلى سؤال جديد وردني كثيرا خلال الفترة الماضية، ولكن وردني قبل يوم. يقول السائل: كيف أقوي ثقتي بنفسي؟ أنا ثقتي ضعيفة بنفسي، شخصيتي ضعيفة، فأحتاج إلى شيء، تقنية معينة، أفكار معينة، أعمال معينة أقوي ثقتي بنفسي لأتمكن من حل مشاكلي. لأنك عندما تكون ثقتك بنفسك أكبر تكون أقوى وأكثر قدرة على مواجهة المشاكل إلى آخره. حقيقة أيها الأحبة، أنا أود أن أحذر من هذا المصطلح الذي ظهر في علم النفس قبل عشرات السنين، وأصبح وكأنه شيء جيد أنك تقوي ثقتك بنفسك. طيب، النفس كما يقول الله تعالى: إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. هنا القرآن يريد أن يجعلك تتحكم بنفسك التي هي أمارة بالسوء، ويريد أن يأخذ انتباهك إلى الله عز وجل، إلى مغفرة الله ورحمته. ولذلك ينبغي نحن كمسلمين أن نقول: كيف نقوي ثقتنا بالله عز وجل وليس بأنفسنا؟ لأن هذه النفس ستخذلك، لأنها ستأمرك بالسوء. آية أخرى أيها الأحبة، الله تبارك وتعالى يقول: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. النفس دائما تطغى، تنحرف، تريد أن تضبطها، لا أن تثق فيها وتتركها تأخذك إلى المهالك. علم النفس أيها الأحبة الحديث ليس فيه شيء اسمه الله تبارك وتعالى، ليس هناك خالق لديهم، لذلك هم يلجؤون أن تقوي علاقتك مع الطبيعة، أو ثقتك بنفسك، أو أساليب بعيدا عن الله. القرآن عكس ذلك. القرآن في كل المشاكل التي تواجهك يأخذك إلى الله مباشرة. يعني مثلا سيدنا يعقوب عليه السلام ماذا قال عندما خدعه أبناؤه وقالوا له: أكله الذئب، عن سيدنا يوسف؟ قال: فصبر جميل والله المستعان وعلى ما تصفون. حتى سيدنا يوسف وهو يعني في قمة الملك: ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وهو في قمة الملك يتذكر الموت ويتذكر وجود الله عز وجل. لذلك هذه روعة القرآن، أنه يجعلك تتبرأ من حولك وقوتك ونفسك، وتسلم هذه النفس لله. قبل النوم أيها الأحبة، هناك دعاء مهم كثير منا يغفل عنه. النبي علمنا أن نتوضأ قبل أن ننام. لماذا؟ لأن الوضوء قبل النوم يمنحك شعورا بالسعادة، حسب دراسات علمية هذا الكلام. فعندما تضطجع وتبدأ قبل النوم ماذا تقول؟ تقول: اللهم ماذا؟ قوي لي ثقتي في نفسي. لا، تقول: اللهم إني أسلمت نفسي إليك، أنا هذه النفس أسلمتها لك يا رب، وفوضت أمري إليك، مشاكلي وهمومي وأمري وتجارتي ودراستي وكل شيء فوضته إلى الله، وضعته بين يدي الخالق عز وجل، هو الذي يتصرف وهو الذي يحكم وهو الذي يختار لي، وألجأت ظهري إليك، يعني تقويت بك، ألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، يعني رغبة بما عندك يا رب من العطاء والنعيم والرزق،
ورهبة يعني خوفا من عقابك وعذابك. لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، يعني أين سأذهب؟ وإلى الله المصير. أنت مهما عشت ومهما فعلت ومهما كسبت من مال وشهرة وسلطة، مصيرك إلى الله وبين يدي الله. لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. هذا دعاء يعزز ثقتك بالله ويزيل هذه الهموم والمشاكل قبل النوم، ضروري جدا أيها الأحبة. فإذا أيها الأحبة، نحن إذا تأملنا القرآن نجد أن آيات القرآن تريد كلها أن تربطك بالله مباشرة، فيصبح لديك يقين أنه لا يضرك ولا ينفعك إلا الله. الله تبارك وتعالى قال: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا رد لفضله. يعني أنا هناك خير سيأتيني لن يستطيع أحد أن يرده. عندما أعتقد هذا جازما اعتقادا يقينيا راسخا، صدقوني لن أفكر فيه ولن أحمل أي هم ولن أحتاج أن أقوي ثقتي بنفسي أو ثقتي بالآخرين، أعلم أن هذا الأمر سيأتي إذا أراد الله ذلك. إذا كان هناك ضر، مرض، خسارة، فشل، مشكلة ما، إذا كانت هذه المشكلة ستصيبني لن يصرفها إلا الله، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، لا داعي للقلق، لا داعي للتوتر، لا داعي لأن أفكر أن فلان سيضرني، فلان سيأكل مالي، تجارتي يمكن أن تخسر، فلان سيؤذيني. هذه الأمور أيها الأحبة تنهك الإنسان، وبخاصة في هذا العصر. يعني نحن في هذا العصر للأسف الهموم والمشاكل كثيرة جدا، صعوبات اقتصادية، صعوبات حياتية اجتماعية، إلى صعوبات أخلاقية، شيء يعني مرعب، تعيش وضعا مرعبا. فإما أن تسلم أمرك كاملا لله عز وجل وهو يتصرف هو عز وجل، أو أنك ستخضع لهذه الهموم والمشاكل ولن تأخذ إلا ما كتبه الله لك. يعني في النتيجة لن يصيبك إلا ما كتب الله لك، سواء حملت هذه الهموم وحتى لو بدأت تفكر وتقلق وتكتئب وتحزن كذا، لن يعني يحصل معك إلا ما كتبه الله لك، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: اعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. إذن أي شيء سيصيبني هو بأمر الله. الله تبارك وتعالى يقول في سورة التوبة: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. هذه الآية رد على المشككين والمشركين والمنافقين الذين كانوا يتشاءمون بالنبي صلى الله عليه وسلم. إذا أصابتهم حسنة مثلا يتشاءم بالنبي عليه الصلاة والسلام: إن تصبك حسنة تسؤهم. إذا جاء للنبي خير يستاء منه هؤلاء المنافقون. إذا جاءك خير ربما جارك ينظر إليك بحسد يستاء منك. إن تصبك مصيبة يقول: قد أخذنا أمرنا من قبل، ويتولى وهم فرحون، يفرحوا عندما تصيبك مصيبة. هذه الحالة موجودة للأسف أيها الأحبة، ليست فقط مع النبي عليه الصلاة والسلام، حدثت بين النبي وبين المنافقين الذين كانوا يفرحون إذا أصاب المؤمنين أي شر، يفرحون به، إذا أصابهم خير يستاءوا. اليوم أنت إذا أصابك خير هل هناك من ينزعج ويستاء؟ نعم. إذا أصابك شر هل هناك من يفرح؟ نعم. ما هو العلاج؟
العلاج أيها الأحبة علمنا إياه القرآن، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يعني أنا عندما تصبح لدي عقيدة راسخة أنه لن يصيبني إلا ما قدره الله علي، سأكون في قمة القوة في مواجهة المشاكل. لماذا؟ أنا لدي مثلا حاجة عند شخص، وأعلم أن الله سبحانه وتعالى إذا كتب لي أن هذه الحاجة ستقضى، إذا أراد الله أن يمنعها عني ستمنع عني، الأمر بيد الله ليس بيد شخص. فأذهب وأواجه هذا الشخص بكل برودة أعصاب، وبالنتيجة ببركة الدعاء والتوكل على الله سييسر هذا الأمر، إن كان فيه مصلحة لي، إن كان فيه خير لي، الله سييسر هذا الأمر. هذه قوة الثقة بالنفس. يعني نحن حصلنا على ما يسمى بالثقة بالنفس، ولكن هذا المصطلح قلت لكم إنه خاطئ. ولكن كيف تشعر بأنك قوي جدا في مواجهة المشاكل؟ بالتوكل على الله والاستعانة بالله، استعن بالله ولا تعجز، وأن تسلم الأمر كاملا لله تبارك وتعالى. إلى سؤال قريب إن شاء الله، نسأل الله أن ينفعنا وإياكم بهذه المعلومات، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.